اول حاجه انا هعمل بابا غنوج عادي عادي خالص، بالبتنجان المشوي والله حابه، بصل مشوي، ثوم مشوي، كل ده معاه هناخده ونضربه في الخلاط. معاه ايه بقى؟ يعني طب هو المفروض بيبقى فيه بصل معاه مشوي كمان، والمفروض ان فيه ثوم مفروم مشوي مش مفروم مشوي، بيبقى احسن يعني، بيبقى احلى. بس عامه ما فيش، خلاص مش مشكله. انا عندي بتنجان المشوي قشرناه بقى بالشكل ده، معايا طحينه، زبادي، ثوم، عصير ليمون، وخل. بس ده العادي. ده ايه؟ ده العادي. طيب الكركم والبنجر ده كل واحد لوحده. هناخد الاول البتنجان كله اللي عندي المشوي والمتقشر، ولو في بصل حطيه مشوي، لو في ثوم مشوي حطيه، خلاص مفيش، خلاص هو كده كويس. هناخد معلقه ثوم مفروم، لو في ثوم مشوي مش بحط ثوم مفروم خلاص، وهحط شويه خل، ربع كوبايه كده، ده انا عامله كيلو، فعايز نص كوبايه من الخل، وعصير ليمون، ونطحنهم الاول. طحنا البتنجان المشوي، هحط طحينه. ما انا بقول لكم انا بعمل عادي بقى خالص، بابا غنوج ساده عاديه جدا. وزبادي، في بيعملوه غير زبادي بالميه، اعمليه بالميه، لو مش عايز زبادي اعمليه بالميه عادي. تمام، هحط لها الملح والفلفل، املحها التمليحه اللي بحبها، بس هي الاساس ملح وفلفل، ملح وفلفل وكمون وشطه، ده الاساس. ماشي، ادي الشطه وادي الكمون، هو بتنجان بيحب شطه وكمون قوي. ده كده بابا غنوج من بابه، بسم الله. انا بحب بابا غنوج، عايزه اخده بطعمين، اخده بطعمين، طعم اللي هو بيبقى ازود له قيمه غذائيه اعلى، كمان ازود له قيمه غذائيه اعلى. فالقيمه الغذائيه الاعلى دي هتجي له منين؟ مثلا البنجر، فهروح سلقه البنجر وحطاه على بابا غنوج. بصوا جماله هيبقى ازاي، ايه ده اغنيه، بصوا جماله هيبقى ازاي، اقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي. دي هحط عليها البنجر عشان استفاد، ده بنجر مسلوق عادي خالص، بسلقه واقشره. تمام، وهروح حط عليها ايه، بنجر مسلوق، بنجرايه كده، بنجرايه حلوه يعني لونا وطعما، شكلا وفيتامينات. ونهرس ده، ادي كاري هنا، بزود القيمه الغذائيه ليها، والطعم كمان بيبقى عزيز كده يعني، الطعم بتاعها بيبقى ايه، مميز جدا. وادي معلقه كبيره بالكركم، كركم وكاري على الوصفه اللي هي بابا غنوج العاديه خالص، وايه بقلبها معاها، معلقه كبيره من الكركم، معلقه صغيره من الكاري، واقلب